حزين فان مانجا الهائج أو بيرزيرك على خبر وفاة موت الكاتب ميورا. هذه المانجا عظيمة مع أنها مظلومة في العالم العربي، لكن المحزن أكثر هو أن المانجا غير مكتملة. وتخيلوا الآن لن يعرف متابعي هذا العمل الرائع نهاية له. فالكاتب كان واحدا من الكتاب المشهورين بعمله وأيضا معروفا بسحاباته المتواصلة. طبعا اليابانيون أول ما سمعوا وفاة ميورا فكروا في مانجاكا آخر لم يكمل مانجته بعد. ذلك الشخص المعروف بسحباته ومرضه، نعم يوشيهيرو توغاشي. اليابانيون بعد سماعهم لخبر موت ميورا أصبح هانتر ترند في تويتر، لأن الجميع يسأل عن توغاشي وعن عودته. وطبيعي كفان هانتر كنا أول من يحس بفان بيرزيرك، لأن السؤال الذي نطرحه دائما هو هل سيرجع توغاشي وهل سيكمل هانتر قبل موته. وفي هذا المقطع سنعرف هل حقا سيتم إكمال هانتر وما مصير عودة توغاشي وهل هناك نهاية في باله. وأخيرا كم من آرك ما زال ينتظرنا قبل النهاية. سأذكر لقاء ياباني مع عامل في شويشا، وهي الشركة المسؤولة عن مجلة شونين جمب الأسبوعية والتي تنزل فيها أنميات مثل وان بيس، جوجوتسو، وهانتر هي واحدة منهم. والسؤال الذي ينعاد دائما، هل حقا توغاشي مريض أم أنه كسول ويلعب فقط؟ تابعوا معي لأجيب عن كل هذه الأسئلة. وإن كنتم مشتركين جدد في القناة فأهلا وسهلا بكم. أشرح في قناة أحداث الأنمي والمانجا وأغوص في خبايا هانتر بطريقة لم يفعلها أحد من قبل. لا تنسوا تفعيل الجرس لكي تصلكم كل هذه المقاطع. مانجا هانتر ما زالت مستمرة بعد أحداث الأنمي ولم تنتهي بعد. توغاشي بنفسه قال أنه فكر في إنهاء القصة بلقاء جون بوالده، وكانت على حد ما نهاية القصة، وتوغاشي كتبها عمدا هكذا، لكنه لم يرد توقيف القصة هنا. وهنالك المزيد من الأحداث التي أراد أن يغوص فيها ويستمتع بكتابتها. فتوغاشي وقبل كل شيء يستمتع بكتابة هانتر وبكتابة شخصياته وحتى برسمه. وأجل، مانجا هانتر ليست بتلك الرسم السيء، بل العكس، رسم توغاشي له لمسة تميزه. لكن مرض توغاشي دائما ما كان يمنعه من إعطاء كل ما لديه. فهو سابقا كتب واحدة من أشهر المانجات في التسعينات، والتي كانت تتنافس مع دراغون بول وسلام دانك، وكانوا يسمون بالثلاثي الكبير في التسعينات. وحتى أن الشرير سينسو ترك أثرا كبيرا على المانجاكا الجدد، منهم مؤلف مانجا جوجوتسو كايسن. أما عن رسم يويو فكان أفضل بكثير، لأن توغاشي كان في عز شبابه. في مقابلة له قال توغاشي أنه سابقا كان محدودا من قبل الشركة ولم يستطع رسم كل ما يريد، لكنه مع هانتر له كل الصلاحيات لأن يكتب ويغير في القصة بدون تدخل أي أحد. وهذا يأتي بنا إلى حقيقة مرضه والذي كان السبب في كل هذه السحابات. هل هو حقا مريض؟ هناك كثير من الناس لا تصدق مرض توغاشي، لكن هذا كان منذ 30 سنة. الآن توغاشي لم يعد له صحة تجعله يكمل هانتر أسبوعيا ولا ليلعب ألعابا، وهذه بعض من تعليقاته في المجلدات الرسمية. لا أستطيع النهوض من السرير، أزحف على 4، أبحث عن المساعدة، أكافح من أجل النهوض والذهاب إلى المستشفى. أسوأ جزء من آلام الظهر هو أنه فقط بعد أن تتحسن قليلا يمكنك الذهاب إلى المستشفى. عندما يكون ألمك 10 على مقياس من 1 إلى 10، لا يمكنك تحريك جسمك ولو سنتيمترا واحدا طوال الليل. هذه معاناة آلام الظهر، وبعدها يأتي واحد ويقول توغاشي فقط كسول. وهناك أيضا مانجا رسمها مساعد توغاشي السابق يظهر فيها معاناة توغاشي، وأيضا شخصيته المتواضعة ومعاملته الجيدة لعامليه. اسم المانجا سينسي هاكوشو. ميورا هو أكبر مثال على أن حياة المانجاكا صعبة، فهو اشتغل طوال حياته في قصة لم يكملها حتى، ويشتغلون تحت ضغط هائل، لكن توغاشي يعلم بهذا، وقال سابقا أنه ينوي إنهاء هانتر، لأنه وصل لمرحلة إما أن ينتهي فيها هانتر أولا أو أن ينتهي هو قبله. هناك ياباني التقى بأحد العمال في شويشا وشاركها في تويتر، قال أنه سأل العامل عن صحة توغاشي وهل هناك أي خبر لعودة هانتر قريبا، لأن هذه تعد أطول سحبة في تاريخ هانتر. قال هذا الشخص في تغريدته، سألت عن حالة توغاشي سينسي الحالية، وقال أن توغاشي لا يزال يعاني من ألم الظهر وأنه لم يتحسن، يعني غيابه لسنتين بالتأكيد لأن حالته أصبحت أسوأ، وعلى الأقل هو يفكر في حالته الصحية ويفضلها على أن يضحي بها من أجل عمله.
ومن نحن كي نرغمه على إكمال هانتر؟ يعني طبعا أنا أول واحدة أريد رؤية نهاية لهانتر، خصوصا لما يحدث في المانجا الآن. وبالمناسبة سأبدأ بترجمة مانجا هانتر، وستكون بترجمة أفضل ولكل الفصول، فتابعوني في تويتر كي تحصلوا على كل الأخبار. والآن لنهاية هانتر. على الأقل توغاشي لا يطيل في هانتر ولا يهرع في إكماله، غيابه ما هو إلا إيجابية للعمل نفسه، فهو يتأنى في كتابته ليخرج بأفضل النتائج. ولا أظن عبقري مثله وضع كل هذه الأحداث والشخصيات ولن يعرف ما ستكون نهايته. أرك النمل كان فقط لبداية لتعقيد هانتر، فالأرك الحالي هو أكثر تعقيدا، وهذا ما يجعل إنهاءه قريبا صعب، لكن نهايته قربت. وما أقصد بالنهاية هو نهاية أرك حرب الخلافة، وهو الذي يعرض حاليا. أما أرك القارة المظلمة فهو لم يبدأ بعد، بل نزلت منه فقط 9 فصول لاستكشاف القارة. فالاحتمالات الواردة للأركات القادمة هي كالآتي: ستكون نهاية لأرك حرب الخلافة وإنهاء قصة كورابيكا مع العناكب، وبعدها يمكن أن يكون هناك تلميحات لأرك قادم في النهاية، ومن المحتمل أنه سيكون عن جون وكيلوا لنرى مستقبلهم وكيف سيكون. وهناك أيضا أخطر مشروع شرير في هانتر، لكن قبل البدء بذلك الأرك سنصل إلى القارة المظلمة، وهنا يبدأ الأرك فعليا، ويمكن أن ينتهي بانتصار البشرية ضد المخاطر ورجوعهم بالكنوز. وآخر أرك سيكون ختامي لجون وكيلوا، وممكن أيضا كورا وليوريو ليستمعوا مجددا للقضاء على الخطر الأكبر وهو جايرو. تبقى هذه وجهة نظر الوردية للنهاية، وتوغاشي يمكن أن يفاجئنا بنهاية مختلفة تماما، لكنه أكد مرارا شغفه وحبه لإكمال هانتر قبل أن يموت. فقط انظروا إلى الجانب المشرق، نحن فان هانتر محظوظين لحصولنا على نهاية نوعا ما. على الأقل هناك متابعين انتهى هانتر بالنسبة لهم في آخر حلقة من الأنمي، وهي نهاية مرضية ومقبولة. هناك أحداث ممتعة بعد الأنمي، لكن حتى وإن لم يكتمل هانتر فقصته بدأت بجون يريد الالتقاء بوالده وانتهت بلقائه. سبب إنهاء توغاشي لعمله السابق بسرعة كان بسبب الضغط الشديد من شويشا، لكن أيضا بسبب رغبته في عمل آخر، عمل يستمتع بكتابته ويعطيه كل ما عنده من غير أي ضغوط خارجية. ولهذا هانتر هو كابن لتوغاشي، ولن يقبل أي أحد آخر برسمه أو بتكملته عنه، فسيكمله بنفسه. مع ذلك أنا متفائلة بأن توغاشي سيرجع وسيكمل هانتر في المستقبل القريب، وسنرى أنمي له، ولما لا إن شاء الله في سنة 2030. حتى إذا لم يرجع وقرر أن يهتم بصحته وعائلته على أن يكمل هانتر، تبقى هذه حياته الخاصة. شاركوني رأيكم عن آخر أركات هانتر، وهل ما زلتم تنتظرون عودة توغاشي أم لا؟ تابعوني على الإنستغرام وتويتر لتصلكم أخبار المانجا المترجمة من فريقنا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة إذا أعجبكم المحتوى. أراكم في مقطع قادم. جاني.